في أفلام الرعب هناك موضوع متكرر يتمثل في وجود صورة طبق الأصل للشخص بشكل منفصل، إنه العكس تماما، كيان شرير يريد تدمير سيده. على الجانب الآخر من المرآة، الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أن كوننا لديه توأم شرير مشابه. ما هي صورة المرآة الغامضة لكوننا؟ وماذا يحدث إذا ذهبت إلى هناك؟ السبب الذي يمكننا من التكهن بأن الكون لديه صورة معكوسة هو نظرية تناظر CBT. يشير الحرف C في هذا الاختصار إلى اقتران الرسوم، أي أن كل جسم أولي له توأم، له شحنة معاكسة. كل جسيم اكتشفه العلماء له توأم. يشير الحرف B إلى تناظر الفضاء، وهذا يعني أن الاتجاهات الثلاثة في عالمنا الثلاثي الأبعاد لها اتجاهات معاكسة، وتعني T أنه بالنسبة للتدفق الأمامي للوقت يوجد تدفق متماثل في الاتجاه المعاكس. كان هناك تناظر مشابه في لحظة ولادة كوننا في أول نانو وبيكو ثانية بعد الانفجار العظيم. تم تقسيم المادة والمادة المضادة بالتساوي بعد ذلك بقليل. كان هناك جسيم إضافي واحد لمليار جسيم وجسيم مضاد. الآن في الجزء الذي نراقبه من الكون لم يتم اكتشاف تراكمات كبيرة من المادة المضادة. تساءل العلماء عن سبب كسر هذا التناظر الفائق، وأين اختفت كمية هائلة من المادة المضادة دون أن تترك أثر. في الواقع لو بقيت المجموعة الضخمة الكاملة من المادة المضادة لكان كوننا قد اختفى فورا بعد الانفجار العظيم. بعد كل شيء، عندما يلتقي الجسيم المضاد بجسيم عادي يحدث ما يسمى الإبادة. تختفي الجسيمات ببساطة في وميض الضوء مع إطلاق كمية هائلة من الطاقة. لذلك في البداية افترض الفيزيائيون أنه في البداية كان هناك المزيد من المادة. يتم تدمير المادة المضادة والمادة بشكل متبادل، وتشكل المادة الزائدة الكون الذي لدينا الآن. لكن مثل هذه الفرضية بها العديد من التناقضات الرياضية، لذلك كان علينا أن نبحث عن تفسير آخر. علماء كنديون من معهد بريمتير للفيزياء النظرية بقيادة نيل توروك اقترحوا نظريتهم الخاصة، ووصلوا إلى استنتاج مفاده أنه بعد الانفجار العظيم مباشرة في اتجاه واحد نشأ الكون الذي نعرفه ونعيش فيه، وفي الاتجاه المعاكس ولد الكون المضاد الذي يتكون بالكامل من المادة المضادة. والوقت في الكون المضاد ينتقل من المستقبل إلى الماضي. الآن هناك نسختك من المادة المضادة، والتي تجلس رأسا على عقب أمام جهاز كمبيوتر مقلوب، وتعرف بالفعل كيف سينتهي هذا الفيديو، حيث تنظر إلى الوراء في الوقت المناسب. هذا يثير العديد من الأسئلة. كيف تبدو الحياة عندما يتكون كل شيء من مادة مضادة؟ هل يمكننا الاتصال بالكون المضاد للكون؟ حاول العلماء الإجابة عن هذا السؤال عن طريق إنشاء جسيمات مضادة في المختبر في وقت مبكر من عام 1932. تم اكتشاف البوزيترونات أو الإلكترونات المضادة في الأشعة الكونية، وفي عام 1955 تمكن علماء من بيركلي من الحصول على البروتونات المضادة في وقت لاحق. وبفضل التقنيات المتقدمة تمكن الفيزيائيون ليس فقط من الحصول على الجسيمات المضادة، ولكن من الحصول على مضادات كاملة، الهيليوم والهيدروجين المضاد. ومع ذلك كان من الصعب للغاية دراستها في البداية. اصطدمت الذرات المضادة مع ذرات الهيدروجين، وبعد 172 ملي ثانية فقط تم تدمير بعضها البعض. لإطالة وجود الجسيمات المضادة استخدم العلماء مصائد كهرومغناطيسية خاصة تسمى تكوين كوادروبل لوفي، والتي منعت لفترة قصيرة الجسيمات والجسيمات المضادة من الاتصال ببعضها البعض وإبادة بعضها البعض. لذلك في عام 2011 استمر الهيدروجين المضاد لمدة تصل إلى
ألف ثانية. وفي عام 2014 تم إنشاء 80 ذرة هيدروجين مضاد لغرض دراسة مفصلة. بحلول عام 2022 يخطط العلماء لبناء مصيدة محمولة للجسيمات المضادة، ثم نقل المادة المضادة في شاحنة على بعد مئات الأمتار إلى موقع آخر لإجراء مزيد من التجارب. لكن مع ذلك لم تتمكن معظم الدراسات حتى الآن من تقديم إجابات واضحة حول ماهية المادة المضادة. ومع ذلك هناك شيء واحد واضح، إذا حدثت لك معجزة وتمكنت من الوصول إلى الكون المضاد فسيكون مقضيا عليك، نظرا لأن كل خلية في جسمك تتكون من مادة عادية، فسوف تنفجر في الكون المضاد مع إطلاق كمية هائلة من الطاقة ثم تختفي دون أثر. من ناحية أخرى سيوفر هذا لسكان عالم المرآة أجمل مشهد في حياتهم، أو العكس، بوجودك قد تدمر كل أشكال الحياة في الكون المضاد. الحقيقة هي أن تفاعل جرام واحد من المادة المضادة والمادة العادية يساوي في القوة انفجارا بقوة 21 كيلو طن ونصف، وهو أكثر بقليل من قوة قنبلة فاتمان التي ألقيت على ناجازاكي. يبلغ متوسط وزن الشخص العادي 75 كيلوغرام، وهو ما يعادل الطاقة التفجيرية لحوالي 76,786 قنبلة فاتمان. لذلك على أي حال فإن ضيفا من الكون الآخر سيؤدي إلى عواقب وخيمة. لكن خمن ماذا؟ يحدث الشيء نفسه تقريبا ولكن على نطاق أصغر بكثير داخل جسمك كل ساعة، جنبا إلى جنب مع الطعام والهواء. غالبا ما تحصل على نظير البوتاسيوم 40 المشع في جسمك بالتفاعل مع جزيئاتك، يبدأ في الاضمحلال ويصدر البوزيترونات أو الإلكترونات المضادة، وهكذا يطلق 180 جسيما مضادا في الساعة وحوالي 4000 جسيم مضاد في اليوم. هذا صحيح، لكن يتم تدميرها على الفور بواسطة المادة العادية وتتحول إلى أشعة جاما. هذه الكمية من المادة المضادة صغيرة جدا حقا، ولكن هذا كل ما سيبقى منك بعد الدخول في الكون المضاد. إذا تمكنت من استخراج بعض المواد بأمان من عالم المرآة فقد يجعلك هذا ثريا بشكل مذهل في الواقع. وفقا لتقديرات وكالة ناسا لعام 2006 كلف ميليغرام واحد من البوزيترونات حوالي 25 مليون دولار. جرام من الهيدروجين المضاد وفقا لعام 1999 بلغت قيمته 62.5 تريليون دولار. ربما يكون من الأفضل أن تنسى مثل هذه المبالغ الكبيرة من المال، لأنه بدلا من المال سيكون لديك موت مؤلم وحاد. النقطة الثانية وأيضا سبب صعوبة الدخول إلى العالم المعاكس هي الوقت. يوجد الكون المضاد في الوقت المناسب قبل الانفجار العظيم، أي أنه يقع منذ أكثر من 14 مليار سنة. حتى لو تعلمنا كيفية التعامل مع الجسيمات المضادة بأمان فنحن بحاجة إلى إيجاد طريقة للسفر بعيدا في الماضي. من الناحية النظرية السفر عبر الزمن ممكن، ولكن فقط داخل كوننا على الأقل حتى الآن. ولكن ومع ذلك فمن الممكن تماما أن تعيش أنت وأنا وجميع الأشخاص من حولنا في عالم معاد للكون. يعتقد بعض الفيزيائيين أنه بغض النظر عن أي جانب من الانفجار العظيم يكون كوننا موجودا، فإننا سنظل ننظر إلى البيئة على أنها مادة عادية، وسيؤدي مرور الوقت فقط إلى الأمام حتى لو كان على الجانب الآخر. تجدر الإشارة إلى أنه حتى في حالة عدم وجود اتصال مع الكون المضاد فإننا نؤثر باستمرار على بعضنا البعض. في كل مرة يقوم العلماء بتكوين أو تدمير جسيم جديد
يولد الجسيم المضاد أو يموت وفقاً لذلك بقدر ما نرغب. ولكن حتى لو كان الاتصال بالكون المضاد ممكناً على الإطلاق، فسوف ينتهي بتدمير الذات المتبادل. ومع ذلك فإن احتمال وجود نسخة تبقى الأصل من عالمنا وكل واحد منا يحول نظرتنا للعالم من الداخل إلى الخارج. ومع ذلك ظهرت مؤخراً نظرية يمكن أن تدحض تماماً وجود الكون المضاد. الدليل الرئيسي لوجودها يعتمد على عدم وجود كمية كبيرة من المادة المضادة في كوننا، لكن باحثين من مختبر بروك هيفن الوطني بالولايات المتحدة، وفقاً لافتراضاتهم فإن اللوم يقع على جماعة هيكس الثلاثية، تتكون من ثلاثة أنواع من الجسيمات تسمى بوزونات هيكس، أحدها معروف أيضاً باسم جسيم الله. إنها تختلف عن باقي الجسيمات من حيث أنها تنتج كمية كبيرة بشكل لا يصدق من الطاقة، ونتيجة لذلك فإنها تتحول في غضون فترات زمنية قصيرة، مما يخلق تيارا من جسيمات المادة العادية التي دمرت تقريبا كل المادة المضادة في الكون. ولكن من بين البوزونات الثلاثة المزعومة تم اكتشاف بوزون واحد فقط حتى الآن، لذا فإن النظرية المضادة للكون لا تزال صحيحة. لذلك سوف أتطلع إلى تعليقاتكم بغض النظر عن الكون الذي أنت فيه. إلى لقاء جديد، دمتم في أمان الله.